إذا ما ذهبنا إلى ما قامت به الشرطة التركية اليوم من إلقاء القبض على التيك توكر التركية عائشة ديدم دوغان التي نشرت مقطع تسب وتكيل الشتائم إلى متضرري الزلزال. هذه الحالة الغريبة على الشارع التركي من الانقسام الحاد، هل برأيك ليس فقط ستزيد حظوظ الرئيس رجب طيب أردوغان، هل من الممكن أن تجعل الناخب التركي يعاقب بشكل أو بآخر حزب الشعب الجمهوري على مثل هذه الأفعال؟ وما قاله من رئيس حزب الشعب الجمهوري كمالك الاتشدار أغلو من أنه لا يجب أن نتعامل بهذا الشكل مع متضرري الزلزال، هل هذا يعني يبرد سخونة الأحداث التي حدثت ما بعد هذه الفيديوهات المسيئة بشكل كبير؟ في صديق حقيقي، يعني خلينا ابدا بالنقطه الاخيره. حقيقه في حاله انقسام الان وتشتت داخل حزب الشعب الجمهوري، وبلشت واضحه يعني الان تصريحات مختلفه للقاره تبعته، استقالات جماعيه في ابناء اعضائه، الطاوله السداسيه الان ما في واحد بيتكلم بشكل واضح وبشكل متناسق للاهداف بالنسبه للجوله الثانيه، وبالتالي اعضاء حزب الجمهوري والمناصرين مناصرين حزب الجمهوري يعني كثير زعلانين او متضايقين كثير من كيف سوت، يعني كيف نتيجه الجوله الاولى اللي خسروا فيها يعني. وبالتالي هو الان جماعتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائيه التركيه المواليه لحزب الشعب الجمهوري الان بتصب جاب غضبها على الناخبين الاتراك وايضا على أداء حزب الشعب الجمهوري. هل برأيك حزب الشعب الجمهوري سيظل في هذه الانقسامات فترة كبيرة أم أنهم سيدركون يعني واجب الوقت وأهمية اللحظة وسيعيدون يعني جمع شتات بعضهم سريعا من أجل الذهاب إلى الجولة الثانية في الانتخابات؟ هم اجتمعوا بأنقرة يعني، وعاد اجتماعهم حوالي 3 ساعات متواصلة حول أنه ترتيب الانتخابات، وحطوا أكرم إمام أغلو رئيسا للحبلة الدعائية الانتخابية بحيث أنه إعادة ترتيب أوراق الحملة الانتخابية. هم شعروا الآن أنه خسروا وعارفين مكامن الخسارة تبعتهم، وبالتالي بدنا نحاول يعالجوا هذا الموضوع، ولكن فات الأوان. يعني حزب الشعب الجمهوري حتى يفوز بالجولة الثانية يحتاج لأكثر من 2.5 مليون صوت، بينما يحتاج الرئيس أردوغان والعدالة والتنمية لا يزيد عن 260 ألف 270 ألف صوت. وبالتالي حتى لو سنان أوغان ما أعطى أصواته أو جماعته ما أعطوا أصواته دعم لأردوغان، فأردوغان إن شاء الله سيفوز وباكتساح بإذن الله تعالى، بتوقع نسبة تتجاوز كمان 10%. يعني فشل المعارضة من أسباب تقدم العدالة والتنمية، فشل المعارضة وعدم اتفاقها وغوغائيتها في التعامل مع النتائج، هذا رح يكون سبب خسارتها وسبب كره الشعب التركي لها. وبعض اعضاء حزب الجمهوري الشعب الجمهوري بتوقع كمان انا ما يصوتوا في يعني يتكاسلوا وما يروحوا على الانتخابات القادمه بسبب النتيجه الاولى، وبالعكس يمكن جزء منهم يعطي اصواتهم لاردوغان. يبدو انه احنا امام مفاجآت في الجوله الثانيه.